بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي أتم علينا صيام شهر رمضان، أسأله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه أن يكتبنا ممن صاموه وقاموه إيمان واحتسابا، وأن يجعلنا ممن غفر الله لهم ذنوبهم وأعتق رقابهم من النار. تذكرة هذه الجمعة الأولى من شهر شوال أهله الله علينا وعليكم بالأمن والأمان والسلامة والإسلام حول قيام الليل. هذه العبادة التي ارتبطت في أذهان كثير من الناس بشهر رمضان، لأننا قضينا كل ليالي المباركة لرمضان في قيام الليل، وقد تعودت أنفسنا على هذه العبادة. والأصل في قيام الليل هو أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد حثنا فما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، كان دائما يقوم الليل، وقد حثنا القرآن الكريم وحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة. والأصل في قيام الليل أنه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما تركها صلى الله عليه وسلم في كل أحواله. وذكرنا الإمام المرشد رحمه الله أستاذ عبد السلام ياسين بهذه السنة، وجمعنا عليها في مواسم الخير من جلسات تربوية ومجالس نصيحة ورباطات، وكان همه أن يصبح قيام الليل سمة كل مؤمن ومؤمنة، وقد جعل قيام الليل أول بند من بنود يوم المؤمن وليلته. يقول رحمه الله: يبدأ المؤمن والمؤمنة يومه إن تكاسل وما ينبغي له قبل الفجر يصلي الوتر النبوي 11 ركعة مثنى مثنى ويوتر بواحدة ويتبأس ويتمسكن، فالصلاة إقبال على الله. أركز في كلمتي هذه على بعض فضائل قيام الليل لعلها تحفزنا لكي نواظب ونحافظ عليها، على هذه السنة قيام الليل. فمن واظب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وألخص هذه وأجمل هذه الفضائل فيما يلي: أولا، قيام الليل عبادة يحبها الله ويثني على أهلها ويستبشر بهم ويضحك لهم. والمؤمن والمؤمنة من صفات المسارعة والمسابقة إلى كل عمل يحبه الله سبحانه وتعالى. وقد خص الله في القرآن مساحات كثيرة لفضل قيام الليل، فتارة يقص علينا أحوال أحبابه أصحاب الليل، في مثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وفي مثل قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي مثل قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. تارة يضرب الأمثال للمقارنة، في مثل قوله تعالى: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وثارة آمر رسوله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وفي قوله تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. وفي قوله سبحانه وتعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قلت: هذه الآيات الكريمة تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيام الليل، والأمر إذا كان لرسول الله فهو لصاحبة رسول الله ولكل من تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، قيام الليل عبادة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن والمؤمنة يسارعان إلى ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طمعا في أن يقوي الله إيمانهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرنا أنه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ثم طمعا في أن يكتبنا الله في من يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله حتى نحشر بصحبته عليه الصلاة والسلام. فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل قط
إلا أن يكون مريضا فيصلي جالسا. الحديث رواه الإمام مسلم. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، فلما سئل عن ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، كان لا يترك قيام الليل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة رضي الله عنهم في قيام الليل، فقال سيدنا عبد الله بن عمر: نعم الرجل لو كان يقوم الليل. وكان سيدنا عبد الله بن عمر ما ترك قيام الليل بعد أن سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه عن سيدنا عبد الله بن سلام رضي الله عنه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عباد الله، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث العظيم الذي يدلنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضائل الأعمال، ومنها إفشاء السلام، إفشاء السلام للقريب والبعيد، ثم إطعام الطعام للناس أجمعين، ثم صلة الأرحام وصلوا الأرحام، ثم صلوا بالليل والناس نيام. هذه العبادة التي نتحدث عنها قيام الليل من أعظم الأبواب المقربة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. هذا الحديث الذي يتحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبواب الخير، وذكر من أعظم أبواب الخير الصلاة في جوف الليل. ثالثا، قيام الليل عبادة خصها الله تعالى بأفضل بأحب الأوقات إليه، وهي الثلث الأخير من الليل، حين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيسأل: هل من سائل فأعطيه؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفرين فأغفر له؟ هذا الوقت المبارك يجب على المؤمن أن يغنمه، يتعرض لفضل الله ولنفحات الله سبحانه وتعالى، ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى متذللا طامعا في عطائه وجوده وكرمه. وما ينبغي للمؤمن أن يتأخر على هذه الأوقات المباركة. رابعا، قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. ففي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الصيام بعد رمضان المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل. والمؤمن يتقرب إلى الله عز وجل بأحب الأعمال إليه، وبأحب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله وأحب الأعمال إلى رسول الله، لكي يتاجروا مع الله عز وجل بأفضل التجارة وبأفضل الأعمال المثقلة للميزان غدا يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتاجرين مع الله بأحب الأعمال إليه وبأحب الأعمال إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كان الإمام رحمه الله دائما يحثنا على أن نطلب معالي الأمور، وأن نذكر الله بأحب الأذكار إليه، وأن نتقرب إليه في أحب الأوقات إليه سبحانه وتعالى. وكان يطلب منا أن تكون هممنا همما عالية. خامسا، قيام الليل دأب الصالحين. في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام الترمذي عن سيدنا أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومغفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم. هذا الحديث العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا فيه على فضل قيام الليل. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من قبلكم. دأب الصالحين يعني عاداتهم وشأنهم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت أمهات المؤمنين، وهكذا كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم،
وهكذا كان التابعون رضي الله عنهم لا يفوتهم حظهم من الليل، وهكذا كان سلف الأمة والصالحون من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قيام الليل مكفرة للسيئات، فما أحوجنا أن نبحث عن الأعمال التي تكفر السيئات التي نقترفها في أيامنا، سيئات البصر وسيئات السمع وسيئات الكلام والسيئات من الأعمال التي نهانا عنها الله ونهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد دلنا رسول الله في أحاديث كثيرة على ما يمحو الله به الخطايا. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا من كل ما يبعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ثم قيام الليل هو أفضل مدد وأفضل زاد لتحمل الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزودنا بخير الزاد لكي نقبل عليه ولكي نستمر في طريق الدعوة إليه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يواظبون على قيام الليل ولا تفوتهم الأوقات المباركة للتعرض لنفحات الله ولفضل الله ولكرمه سبحانه وتعالى. هذه إخواني بعض فضائل قيام الليل. ثم نتحدث عن بعض الوسائل المساعدة لقيام الليل، من أهمها الرغبة في فضل الله وكرم الله سبحانه وتعالى. وقد سمعنا من الآيات ومن الأحاديث المحفزة لكي نرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد الرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى أن الدعاء، أن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يجتبيهم ويختارهم ليكونوا من الواقفين في ذلك الوقت المبارك في بابه يسألونه ويتضرعون إليه. ثم من الوسائل المساعدة كذلك صحبة الصالحين. صحبة الصالحين تورث الصلاح، وصحبة المفلحين تورث الفلاح. فكلما كانت صحبتنا على هاته المعاني وعلى هاته الهمم العالية يعطينا الله تعالى من عطائه. ثم من الوسائل المساعدة كذلك النوم مبكرا. سأل الله تعالى أن يوفقنا ووفقكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.